بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر القائمين على جائزة الشيخ زايد للكتاب، كما أشكرهم لاختياري الشخصية الثقافية لعام 2009-2010. وفي هذا المقام لن أتحدث عن الجائزة وآفاقها، وإنما سأتحدث عن صاحب الجائزة. منذ أكثر من 40 سنة وصل إلى هذه الأرض وزير الخارجية البريطاني لحكومة حزب العمال، وأكد للجميع أن بريطانيا لن تنسحب من قواعدها فيما وراء السويس. وبعد 6 أشهر وإذا بنفس الوزير وبنفس الحكومة يأتي ليعلن الانسحاب المفاجئ. وكانت صدمة للجميع، وأصبحت الناس كالأغنام في الليلة الماطرة، وافترقت الفئات وتنابزت بالألقاب وتداعت علينا الأمم، وإذا بنجم يلوح في الأفق من هذه الأرض، نجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، كان ذلك زايد بن سلطان آل الهند. وإذا بالرجل وبهمة الرجال يسرع الخطى ويختصر المسافات ويؤمن الخائف ويطعم الجائع ويعلم الجاهل ويكون أمة، أقول أنه هو الأمة. وإذا به ينقل هذه الدولة الفتية في مقدمة الدول في العالم، يرتقي بها يوما بعد يوم، وتكتسب هذه الدولة من خلال سياسته الحكيمة كل صدق كل وفاء كل محبة من جميع الدول على هذه البسيطة. وفي يوم من أيام رمضان وإذا بكلمات ترفضها الآذان، وإذا بها تمزق الوجدان، مات زايد بن سلطان. وإذا الدموع تملأ المحاجر، وإذا الكلمات تغص في الحناجر، وإذا السكون يعم المكان، إلا من كلمات: اللهم لا اعتراض، اللهم لا اعتراض، اللهم لا اعتراض. وتمر بنا الأيام، وفي تلك الفترة نلهو كثيرا ونضحك كثيرا ونضيع كثيرا، ونحن
من تربى على يد زايد، ونحن من شرب من مشارب زايد، وكأننا لسنا بأوفياء لزايد. أنا من على هذا المنبر أدعو الجميع الحاضرين هنا في هذه الصالة أو الذين يشاهدوننا من خلال التلفاز، أيتها الأم أيها الأب، امسك القلم واجلس أبنائك حولك واكتب وسطر: هذا ما كان يحبه زايد، هذا ما كان لا يحبه زايد. ونجمع تلك الأوراق، لا نضعها على الرفوف ولا نتغنى بها على الدفوف، وإنما نضعها في الصدور، ونضعها في مقدمة الدستور. بهذا الوفاء نكون قد أوفينا الرجل حقه.